اهلا بيكم في قناة ياسمينة. النهاردة هنعمل الفول النابت. اول حاجة هنجيب الفول دوت وهو ناشف كده، هننقعه في مية لمدة 5 ايام 6 ايام، يعني حوالي اسبوع كده، لغاية لما تلاقوه قشره اتفتح زي اللي معايا ده. هتلاقوا الفولية كبرت كده والقشر بتاعها اتفتح بقى بالمنظر دوت كده. بعد كده هتصفوه من المية بتاعته وتغسلوه وتحطوه بقى في مية بتغلي. دي مية انا حطيتها عشان تغلي، عشان احط فيها الفول بعد كده اللي انا كنت نقعاه. هنحط عليه بصلاية متقطعة مكعبات كده تتسلق معاه، وهنحط معلقة كمون ومعلقة ملح. هنسيبه يغلي شوية وبعد كده هنشوف الملح بتاعه اذا كان محتاج تاني ولا لا. انا كده سبته نص ساعة على النار، هو كده استوى خالص. واحدة اهي شايفين قلبها طالع ازاي، هتبقى طرية وقلبها طالع كده. كده هو استوى، هعصر بس عليه ليمونتين وطفيت عليه خلاص. بس كده خلص. بالهنا والشفا، وياريت تعملوا لنا سبسكرايب ولايك للفيديو.